Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I've explained to you how we are going to pray Salat al-Ayat. I've taught you the laws and then some of the spiritual aspects that we want to incorporate in Salat al-Ayat. Now I want to actually demonstrate it for you. Now if you remember, I told you that there are two ways that we can say Salat al-Ayat. One way is long, but it's simple. And there's another way that's short, but it's more complicated. And I said we can mix and match those two. So what I'm going to do in the demonstration is to mix and match. The first rak'ah is going to be long and simple, and then the second rak'ah will be short and complicated, so you can see how both of them pan out. Now when you perform it, you can choose if you want to do both rak'ah the same, or mix and match the way I'm going to do them. Either way is perfectly fine. All right, so let's see what the demonstration looks like when it's actually performed. Allahu Akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'een. Ihdina as-sirata al-mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل على محمد وآله الأطهار الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر من شر ما خلق الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر ومن شر غاسق إذا وقب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر ومن شر النفاثات في العقد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة وصل على محمد وآل محمد الله أكبر
سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله إلهي افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله وصلي على محمد وآل محمد الله أكبر بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد That then is the demonstration of Salat al-Ayat. If you notice, I did it in two different ways, right? Just like I said I would. The first rak'ah of Salat al-Ayat was that long but simple way. So I picked five surahs from the end of the Qur'an. And after each Fatiha, I'd recite one of those surahs. That also, choosing those last five surahs also helped me to keep track of my rak'ahat, or my ruku', I should say. Because the five ruku's, it's easy to lose track of the count. So if you go surah by surah, then you can keep track of those. And the second rak'ah, I just took Surah Al-Falaq, which has five verses plus the basmala, right? And I split up those five verses and did one in each of those, after each of those ruku's. Right? So that's an easy way to say it very quickly. So if you can master at least the second version, that easy, or I should say the complicated but fast way, then that's great. If you can have that in your repertoire, so whenever you have an earthquake, or you have a solar eclipse or a lunar eclipse, or any of those other natural calamities that causes fear, then you know exactly what to do, and you can perform this wajib prayer. May Allah accept it from all of us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.